عندي رولات المسخن بالكريمه، عندي صدر فرخه مسلوق. الوصفه دي فيها ميزه حلوه قوي، اللي هي ايه؟ ان انا اقدر استخدم بواقي صدر فرخه عندي مثلا متبقي من امبارح مسلوق، واقطعه وادخله في الوصفه دي، وممكن الوصفه دي محشيهاش في السمبوسه واعمل تحتيها رز وخلاص، ويبقى عندي برضو وجبه جاهزه اعاده تدوير لصدر الفرخه البايت. عندي صدر دجاج مسلوق متقطع شرايح وهنسله دلوقتي مع بعض. عندي كمان دبس رمان، ربع كوبايه من دبس الرمان، معلقه كبيره من السماق، ملح وفلفل، واحد بصله، زيت وبقدونس مفروم، وشرايح من السمبوسه اللي هي دي انا مغطيها بس عشان ما تنشفش، سمبوسه عاديه خالص. عندي كمان كوبايه كريمه طهي، واقدر اعمل البديل اللي قلناه من شويه عادي جدا. 3 معالق كبار لوز مفروم محمص او فول سوداني. بصوا بقى، انا هنزل اول حاجه عندي بالبصل، مع رشة ملح عشان بس يدبل معايا على طول. هنزود شوية زيت تاني، حوالي مثلا معلقتين كبار. هسيبه يدبل كده ويبتدي يتشوح، كل ما غمقته البصلة كل ما خدته طعم حلو. طيب ادي صدر الفرخة البايت اللي هو بيبقى حزين كده في التلاجة ومحدش عايز ياكله. بعمل ايه؟ شايفين الشكل عندي اهو تمام التمام. انا باخد الفراخ بس من هنا، ما عملتش اي حاجه تانية. شايفين بقى، نبتدي بقى نميكس كل حاجه مع بعض. بصوا بحشوه المسخن بقى ازاي شكلها حلو. هضيف بقى دلوقتي السماق، هي حلاوتها انها تبقى مزه، يعني ممكن حد يقول كميه السماق ودبس الرمان كتير، بس هي حلاوتها انها بتبقى مزه مختلفه عن اي حشوه فراخ. انا هقلب واشوف، لو محتاجه شويه دبس رمان تاني هزود. الريحه اللي خارجه دلوقتي عندي ريحه دبس الرمان مع البصلايه اللي متشوحه في حته زبده او زيت، ففي كلام حلو حاصل هنا. هنحتاج نزود دبس رمان كده. بنقول لكم نزلوا واحده واحده وبعنيكم شوفوا محتاجه ولا تمام. هنقلها بقى الناحيه الثانيه عندي هنا ونشوف هنعمل ايه. باخد شويه من البقدونس وشويه كمان من كده. الحشوه بتاعتي جاهزه. شفتوا السهوله؟ شفتوا؟ دايما بقول لكم يعني انا هنا عشان اسهل عليكم الموضوع وما تتقلوش ابدا دخول المطبخ، هي دي الفكره. بصوا الحشوه شكلها حلو ازاي. نكمل على دول عشان انتوا عارفين الوقت، هي بتاخد وقت، هي ممكن عيبها بقى ان هي بتاخد وقت شويه، بس انت شغالي كده المسلسل اللي انت بتتابعيه او بتتفرجي عليه وابتدي انك ايه اشتغلي بيها. بص بحط شويه حشوه كده اهو، هنعمل مع بعض كذا واحده ما تقلقوش، وابتدي الفها كده. طيب انا خلصت الكميه بتاعت رولات المسخن زي ما انتم شايفين. بعمل ايه بقى؟ بص التسويه، اقدر احط بشاميل خفيف زي ما بعمل اللازانيا كده، واقدر احط بشاميل وسط يعني مش قوامه تقيل قوي، واقدر احط كريمه. طيب انا واحده من الناس بفضل في الوصفه دي الكريمه، بتدي طعم ودسامه حلوه جدا. زي ما قلنا اقدر استبدل الكريمه باللي قلناها في اول الحلقه. هسقيها بقى كده، طعمها بيبقى حلو وبتبقى شيك جدا في اي عزومه وصنف جديد ومختلف، عشان ما نبقاش عملنا السمبوسه بنفس الطريقه المعتاده اللي احنا متعودين عليها. بدخلها بقى ايه فرن سخن على 180، بتاخد بالظبط 25 دقيقه. زي ما قلت لكم اهي شكلها زي السكر، حلوه جدا. طب احنا هنسيبها على كده. صوص الزبادي بتاعي للرولات المسخن ده، عندي علبتين من الزبادي عادي او يوناني المتاح عندك، وعندي كمان عصير ليمون. لو ما تحبيش طعم عصير الليمون هو ده بيبقى مدي طعم حلو او ميكس حلو قوي، ممكن تحطي شويه خل ما فيش مشكله. بخلطه بس كويس لحد ما يبقى كريمي. هزود شويه من الملح، حبه صغننين كده. السكر عندي ابتدى اهو شغال برده، اضربه كويس قوي وزود شويه من السماق. بصوا اللون بقى حلوه ازاي، شايفين الشكل؟ قلب على لون شويه على بينك كده، فمديني درجه مع الكلام ده بقى وشويه بقدونس، خلاص انا مش محتاجه اي حاجه تانيه.
تاخد شويه بقدونس كده بسيط، ممكن البقدونس تحطوه هنا وممكن انا احطه وقت التقديم على الوش، يعني دي او دي براحتكم، بس انا هدي شويه صغننين قوي.